رفضت الإنجاب وضيعت أموالها على العفاريت. قصص صادمة عن شريرة السينما المصرية زوزو شكيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هكلمكم عن الفنانة الجميلة زوزو شكيب، الله يرحمها. يعني فنانة جميلة وأدوارها يعني عملت علامة في السينما. الفنانة زوزو شكيب هي فن هي من الفن هنتكلم عليها النهارده. هي من اكتر فنانه بتقدم دور الشر على اكمل وجه في الفتره اول ظهورها، فكانت ليها طريقه معينه كده في دور الشر، في ملامحها ترفع احد حاجبيها لفوق وبتبتسم ابتسامه خبيثه بتليق بدور المراه الشريره او اللعوب اللي هي اتعودت انها تجسدها على شاشه السينما طول عمرها. طول عمرها الفني اللي هو حوالي 50 سنة، عملت فيهم 115 عمل فني. الفنانة زوزو شكيب كانت لها معاناة في الطفولة، حيث ان والدها كان مأمور في اسم عابدين، خالها اسماعيل صدقي باشا، اما جدها فكان ضابط في الجيش في عهد الخديوي اسماعيل، وكان والدها بيعاملها وشقيقتها ميمي شكيب بشدة وبيمنعهم من الخروج من البيت إلا للذهاب للمدرسة فقط. كما كانت والدتها سيدة أرستقراطية تجيد أكثر من لغة زي التركية الألمانية الإيطالية. تغيرت حياتها تماما بعد وفاة والدها مبكرا، والشدة اللي هي عاشتها أثرت في تكوينها الشخصي. الخوف من العفاريت، كتير قوي من الجمهور ما يعرفش إن زوزو شكيب كانت مصابة بهوس الخوف من العفاريت والجن، لحد مداومتها على إقامة جلسات الزار في منزلها لطرد العفاريت، لدرجة إنها كانت بتدفع في حلقة الزار الواحدة 250 جنيه أو 350 جنيه، وكان هذا مبلغ باهظ في هذه الفترة. زوزو شكيب وكيل عنها إن وسواس العفاريت كان سبب في رفضها للزواج من طبيب أجنبي شهير، بعد ان اوهمها الدجالون انها ستموت لو اتجوزت، لكن الوسواس ده ما دامش اتجوزت من ضابط وتوفى دون ان تنجب منه، قررت استكمال حياتها دون زواج خوفا من العفاريت. قصة رفض زوزو شكيب للانجاب. حياة زوزو شكيب اكتر هدوءا، وقالت في حوار ليها قديم في احدى المجلات قائلة: أنا أسعد زوجة في العالم، وطول حياتي الزوجية لم تحدث بيني وبين زوجي أي مشاكل، كل واحد فينا كان حريص على إسعاد الآخر. وفي حوار مع مجلة الكواكب الشهيرة أجابت عن سؤال بشأن الأمومة، قالت: مش هقدر، قلبي ما يحتملش مرض كلبي، فكيف هتحمل حين يمرض ابني؟ زوزو شكيب لها قصة مثيرة في القصر الملكي. زوزو شكيب كانت بتتحدث بخمس لغات مختلفة، ودوت ساعدها في دخول القصر الملكي بعد وساطة الفنان سليمان نجيب. تولت مهمة وصيفة الملكة نازلي أم الملك فاروق، واضطرها انشغالها بهذا العمل الاعتذار عن أفلام كتيرة. كانت مهتمة مهمتها تعليم أميرات الأسرة المالكة اللغات الإيطالية والألمانية والفارسية. اسمها الحقيقي وبدايتها، كان اسمها الحقيقي زينب قبل ان تحصل على اسم الشهرة زوزو، زي اختها الاشهر والاصغر امينة اللي كانت برضو معروفة باسم ميمي. بتنتمي عائلة زوزو شكيب الى اصول شركسية، واتولدت في القاهرة. بدأت حياتها الفنية سنة 1929 على المسرح بدور صغير في مسرحية الدكتور عام 1929. شاركت في العديد من المسرحيات مع فرقة الريحاني التي التحقت بها وكان عمرها 16 سنة. ذلك المسار العجيب اللي اختارته لنفسها انها تكون تلك المرأة الشريرة او الام القاسية او الزوجة الخاينة، مع ان بدايتها ادت لها فرصة ذهبية في فيلم سي عمر عشان تقدم دور الدلوعة أمام نجيب الريحاني. زوزو شكيب إضافة إلى العديد من الأعمال، ونذكر منها أبو حلموس، المليونير، قلبي دليلي،
احمر شفايف داء القلب حكم قرقوش مطاردة غرامية ابنك العزيزة انت اللي قتلت بابايا رجب فوق صفيح ساخن فاطمة ساعة لقلبك ملاك الرحمة المراية. بالرغم إجادتها الشخصية المرأة الشريرة أو الغاوية اللعوب فإنها فيعني قدمت عدد كبير من أدوار الكوميدية أفلام زي قلب دليلي شنبه في المصيدة العتبة جزاز أجازة بالعافية والبحث عن المتاعب. وفاتها رحلت زوزو شكيب عن عالمنا في 14 سبتمبر 1978 قبل عرض آخر أفلامها رجب فوق صفيح ساخن اللي قام ببطولته الزعيم عادل إمام. وكان المفروض إن هي بتشارك كمان في مسرحية إنها حقا عائلة محترمة في دور الحما القاسية، وقامت بالدور بالنيابة عنها أمينة رزق. ولكن القدر لم يمهلها لاكتمال العرض فقد أجرت البروفات عملت بروفة للمسرحية لكنها رحلت قبل أن ترى فيلمها الأخير الذي صورته مع الزعيم. الله يرحمها زوزو شكيب، من الفنانات الجميلة وما فيش حد طلع زيها أبدا ما تتعوضش، عندها موهبة جميلة وأنا بحب قوي أي فيلم تكون هي فيه. الله يرحمها. وأتمنى لو عجبكم الفيديو لايك ومشاركة للفيديو، ولو شفتوا قناتي أول مرة أتمنى اللي شاف قناتي أول مرة يعمل لي اشتراك في القناة ويفعل الجرس، وتكتب لي في التعليقات عن أي حاجة يعني مثلا فكرة فيديو أو كده عايزيني إن أنا أعملها، وتقولي رأيكم إيه في الفيديوهات اللي أنا بنزلها، وأتمنى تقولي رأيكم إيه في قناتي في التعليقات. يا رب أكون عند حسن ظنكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.